بحس ترنيمه اطرح اكاليلي دي يعني امواج كده فرح، وبتحطنا في المكان الصح في التسبيح يعني والعباده، ان احنا مكاننا عند قدميه. هاليلويا. مكاننا نبقى ساجدين عشان نشوف حاجه مش هنشوفها واحنا واقفين كده عادي وحياتنا وبنجري. متهيألي صعب قوي تسجد وانت بتعمل حاجه تانية، لازم يعني ايوه تسجد ويبقى بس اللي بتعمله هو السجود. انا عندي اسئله كتيره انا بصلي تكون فايده لكل مشاهدينا. في كتب كتير اتكتبت ومعلومات كتير قوي اتقالت على التسبيح في العهد القديم، ايوه، بس كلام قليل قوي اتقال على التسبيح في العهد الجديد، لدرجه انا مره قمت مفزوعه بالليل. انا طبعا يعني ربنا بيشرفني ان ساعات يعني بقود تسبيح، قعدت اقول مين قال يعني ان الواحد مفروض يعني يقف كده ويسبح مع الناس؟ يعني مين قال ان هو ده اللي ربنا عايزه في الايام دي؟ هل الكنيسه الاولى كان في قياده للتسبيح، ولا الناس كانت مثلا بتقف مع بعض وبتسبح ربنا كل واحد في قلبه حاجه بيعملها؟ ده اول نص من السؤال. النص الثاني، علشان بس يعني عشان السؤالين يعني بيكملوا بعض، ايه دور انت تفتكر تفكريني بنص ونص؟ اوكي مش هسيبك. ايه دور قائد التسبيح؟ يعني هل قائد التسبيح بيعمل حاجه اوتوماتيك، يعني هو محضر حاجه معينه بيروح يقولها، ولا ليه دور في ارواح الناس، في نقلات في حياه الناس؟ ف يعني جاوبنا اجابه وافيه، كل اجابه في سكه، بس العهد الجديد التسبيح في العهد الجديد ودور قائد التسبيح بعد كده. كتير بينخدعهم في حته انه كان ربنا عامل حاجه في العهد القديم وغيرها في العهد الجديد خالص. الموضوع ان حتى يعني مش معقوله هنبقى في تسبيح حلو قوي في العهد القديم وبعدين يقع في العهد الجديد وبعدين نطلع في السماء نكمل تسبيح، وكان حته الارض واقعه. الكتاب بيقول كما في السماء كذلك على الارض. اذا المفروض الطبيعي ان التسبيح يبقى في نظر الله مستمر. هو اللي حصل ان في حاجه حصلت في العهد الجديد القديم ستت. انا هخرج من كلامي اوضح لك بحته مثل في رؤيا 21 بيتكلم على اورشليم السماويه اللي في نظر الله اللي هي الكنيسه. اتكلم عليها في صورة أبواب ومدينة وذهب، وقال فيها صورة جميلة قوي، شبهها بحاجتين، أسوار وأبواب. مش دي أورشليم السماوية اللي في رؤيا سفر رؤيا صح 21 اللي هي في نظر الله الكنيسة في كامل بهائها في نظر الله هي أورشليم السماوية. قال عليها أسوار وأبواب، وحك عليها، قال الأسوار بتاعها وتسمينا في أشعياء 60 بيقول كده، وتسمينا أسواري خلاصا وأبوابك تسبيحا. إذا أورشليم في نظر الله عبارة عن أسوار خلاص، وهو الكتاب بيقول فعلا إن أسوار المدينة على 12 حجر كريم محطوط عليها أسماء الرسل ال 12. أنت بتتكلم على أورشليم الكنيسة في نظر الله اللي هي بعد ما تبقى خلاص هنختطف مع رب، يعني الكمال، صورة الكمال. أوكي. أنا بكلمك هي أورشليم الرمزية. الرمزية اللي هي بتشير للكنيسة، الكنيسة في قمة بقى إيه؟ بهائها خلاص، ما عادش في حاجة بتعطلها. ده هي الكنيسة في نظر الله الكاملة، الكاملة الصورة عبارة عن كمدينة لها أسوار وأبواب، أسوارها بتمثل الخلاص ومكتوب عليها، الكتاب بيقول في سفر رؤيا 12 اسم مكتوبين على أساسات الأسوار ديت، 12 اسم اللي هم 12 تلميذ. وأبوابها عبارة عن 12 حجر كريم ال 12 سبط. إذا المدينة الكاملة في نظر الله الكنيسة عبارة عن أبواب خلاص وأسوار، أسوار خلاص وأبواب تسبيح. ايه علاقه ده باللي بنقوله؟ العهد القديم مثل ساب العهد القديم كله، اختار منه ابوابه اللي بتمثل التسبيح. اذا ايه اللي ناقص في العهد الجديد؟ ما هو دلوقتي في صوره داوود صنعها ارضة الله. هيجي ربنا يتكلم في على التسبيح اللي داوود ثبته. داوود ادى صوره لله كامله جدا عن التسبيح، للدرجه ان في اعمال 15 يعقوب يستشهد بيقول ان دلوقتي اللي انتم شايفينه بيحصل ده اقامه لخيمه داوود الساقطه. يعني ربنا ارضى طرق داوود والتسبيح اللي ارضى اللي عمل كانه عمل ريكورد يا لولو، ما ينفعش حد يعمله. ربنا قال انا مكتفي بالريكورد اللي عمل داوود، كل اللي هعمله في العهد الجديد ان كنتوا تفحوهم وتعملوا من اللي عمله داوود. وكان ربنا بيقول في جزء اتثبت وتاسس من اورشليم السماويه اللي هو التسبيح اللي عمله داوود. جه يسوع يعمل ايه؟ الجزء الثاني اللي هو الخلاص. عشان كده كمال لكلامك، عشان كده احنا بناخد المزامير ونرنمها ونسبح بيها. طبعا انا بس انا بفهمك حته ان داوود عمل الجزء الاولاني في اورشليم السماويه وارضى ربنا، وربنا رضى بيه قوي. قال لك داوود ده ارضى قلب لدرجه ان الكتاب بيقول ان ربنا رفض خيمه شيلو او خيمه موسى
واختار خيمة داود. فداود حط الجزء الأولاني من أورشليم السماوية أسسه التسبيح. الجزء الثاني اللي أنا بقوله لك اللي هو إيه؟ الخلاص. عشان كده يسوع جاي بيكمل الصورة عشان تكتمل صورة أورشليم السماوية في نظر الله، اللي هو الخلاص. عشان كده قال لك أنا يكفي إنك أنتوا تعيدوا وتتعلموا من داود، مهما اتعلمتوا مش هتجيبوا اللي الراجل ده عمله. فخلاص التسبيح في الصورة اللي أعطاها داود أشبعت قلب الله. علينا إن إحنا نعيد الأردن ونقيمها كما كانت في أيام القدم ونتغنى ونتسبح. بس في حاجة يسوع بيأسسها دلوقت اللي هو الخلاص، الجزء الثاني لأورشليم السماوية. عشان كده مركز الرب في العهد الجديد، مش لأنه التسبيح خلص، لا ده خلاص حتى أساس في حاجة تانية بيعملها، الخلاص عشان تكتمل صورة أورشليم السماوية. فيخطئ اللي يقول إن ربنا في العهد الجديد مش عايز تسبيح. لا، أنا قلت لك في العهد القديم تسبيح، وفي رؤية وفي نختطف في السماء كلها تسبيح. هيجي يعني في العهد الجديد هو الله يسقط؟ احنا بنرنم وبنقول او بنصلي ونقول ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، تاتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض. في السماء ايه؟ تسبيح. اذا ربنا عايز تسبيح على الارض، اذا التسبيح مستمر بنفس الوضع، بس ربنا بيركز على جزء جديد عشان تكتمل اورشليم اللي هي الكنيسه في اوجهها الكامله اللي هي الخلاص والتسبيح. فنبقى بنترنم بحسب طريقه داود والتسبيح اللي عمله داود بخلاص يسوع. انت كده كانك ولعت النور يعني، عشان انا كنت قلقانة يعني من لا ده. ده يخطئ اللي يقول ان ربنا مش عايز تسبيح في العهد الجديد. مين قال كده؟ انا يعني انا يمكن كنت بقول هل صوره التسبيح العمليه مش الروحيه اللي احنا بننفذها دلوقتي في الكنيسه، هل هي دي ما يريده الله؟ مش بتكلم برضو على مشاعرنا واتجاه قلبنا، الشكل ده انه يبقى فيه منبر ويبقى فيه مقعد ويبقى فيه التفاصيل دي، هل ده من اختراعنا احنا ولا ده اللي ربنا عايزه يتعمل؟ يعني هو انا اعرف حاجه حسب كلام الكتاب، خدت بقى شكل منبر، خدت شكل مقعد. انا عندي حاجه في عبادين 13 15 بتقول فلنقدم به في كل حين ذبيحه التسبيح. ذبيحه التسبيح اللي هي ثمر شفاء اتقلت من مقعد، اتقلت من منبر، بس انا عندي بعض ثوابت ان التسبيح ربنا عايزه جماعي وذبيحه من حق كل بشر، سواء حتى صوتهم. انا بقول خبر مش لينا كويس، مش كويس لينا لكن كويس لكل المشاهدين، اللي هو التسبيح من حق كل واحد حتى وإن كان صوت ونشاز، لأنها ذبيحة مقدمة لله لا تعتمد على قدرات اللي بيقولها، بل تعتمد على قدرات الصليب ودم يسوع، تعتمد على قدرات يسوع ومش مرتبطة لا بالظروف ولا بمكان ولا بالظروف ولا بإمكانيات. عشان كده دي دعوة عامة كل الناس مطلوبة أنها تقدمها، لكن لو واحد وقف في قيادة التسبيح لابد تكون عنده قدرات مختلفة. ما ينفعش أبقى واقف بقود وأنا منشز، على الأقل صوتي معقول، بعرف أقود، بعرف أربط مدلهات في بعض، عارف بعض السلالم يعني لازم. لكن التسبيح اللي انا عارفه بقى سواء كان من منبر او كان من مقعد، دعوه عامه من الله ان كل شعب الله يسبح. فلنقدم جماعي، التسبيح في عطاء وجماعي، نقدم ذبيحه مقدمه لله. اذا الانسان لا تعتمد على قدرات الانسان، تعتمد على قدرات يسوع، ولازم تكون كامله ما فيش فيها عيب. اللي هي ايه؟ عباره الذبيحه اللي ربنا بيتكلم عليها، ثمر شفاء معترفه باسمه. اذا التسبيح عشان ابدا اعرف دي تسبيح ولا مش تسبيح، لازم اقول له انت صالح، انت قدوس، انت مستحق، انت ما فيش زيك، انت اله اله، انت مالك ملوك، انت رب ارباب، انت اللي بتقول الكلمه، ما حدش تاني يقدر يكسر لك كلمه. هو ده التسبيح، حكاوي يا لولو. عشان كده بقى واقف انا على المنبر بقود، لازم الجزء الثاني بقى من السؤال بتاعي، دور قائد التسبيح. دور قائد، انا رايي هسمي اسم اخر لقائد التسبيح، محارب. انا ولا سيما في الزمن ده الناس فطسانه، الناس خلصانة، الناس عايزة حاجة تعزيها. إزاي أخد الناس وأدخل لمحضر ربنا وأخليهم يعترف فنقدم فيكم ذبيحة أي ثمر شفاء معترفة باسمه. علي حال من أجل الوضع اللي فيه الناس، أنا بسمي مسبح، تفرق من واحد لواحد في الحتة دي. أولا المسبح مش نجم يا لولو، المسبح هو بحق وحقيقي من يشاور يقول بصوا النجم أهو، بص يسوع النجم في صلاحه، شوف بيحبك محبة قد إيه، لو أنت عندك خطية دمه يقدر يطهرك من كل خطيه. يسوع فاهم بيعمل ايه، بيحكم بعدل. الكتاب بيقول هو قال عني كده خير ورحمه يتبعني، افتح عين الناس. فاللي جاي مضغوط اجيب ايات من الكتاب ازاي ترفع، القى على مهموم، القى، اقول له القى على رب همك وهو يعولك. واحد جاي مقصوف في الخطيه والخطيه محققاه في عين نفسه وموقعاه مش قادر ينطق، اقول له بص دم يسوع يطهر من كل خطيه. فالمسبح انا رايي المسبح محارب لكي يجعل الناس كلها عينها تبص ليسوع وتقول له ايوه انت مستحق، ايوه انت صالح. فعليها ان انا احارب عنهم لكي يصلوا الوقت ده. وقت ساعتها مش بيتعزوا بقى مني وبقدراتي وبصوتي، بيتعزوا انهم اتلمسوا
بالمعز نفسه، اتلامسوا بيسوع نفسه، فبياخدوا اكتر من اللي كنت هديها لهم بقدراتي. فانا بقول المسبح هنا عامل مساعد ما بيخشش في التفاعل، يسرع التفاعل ويخلي الناس تحتك بربنا وساب الموضوع خلاص. طيب بص، يعني الكلام اللي بتقوله ده يعني انا معاك فيه جدا، وده صعب على فكره مش سهل. معناها انه اي حاجه عندي في بصمتي الشخصيه لازم تتغطى بدم المسيح، ويبقى هو برافو عليك هو اللي بيلمع في الذبيحه. في الذبيحه هو اللي بيلمع. لا اعتمد على البصمه الشخصيه، لا اعتمد على قدراتي في عطاء. طب افرض انا صوته حلو، لكن اقدمه وانا متاكد ان ربنا هيرضى عن ذبيحتي، مش عشان صوتي. ده مش هيعطل، ده هيساعد. مش هيساعد طبعا. انا بس في حاجه، في واقعيا اللي بيحصل شويه مختلف عن ده. في احنا لازلنا عايشين في العالم اللي احنا فيه، في اسامي وفي شهره طبعاً. والناس بتروح عشان تسمع ناس معينه. انت شايف ده حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه؟ ولو هي حاجه سلبيه نعمل فيها ايه كخدام؟ انا مش شايف انها سلبيه، لان لكل واحد مسحته. دي منطقه موجوده في الترنيم لازم نحترمها، اسمها ان المرنم نجم، وفي ناس كتير مرنمين نجوم قدروا ياخدوا ناس ويدخلوهم لمحضر ربنا، بس بيبقى هو داخل في المعادله، ما هيش بتعتبر ذبيحه. بما ان في انسان مقصر فيها ما بتعتبرش ذبيحه. لو انا يعني لولو نجم، انا رايح اسمع لولو، لا سمح الله، لا ارجوك لا عايز اسمع لولو. ففي لو انت لولو ما رحتش الحفله ديت انا ما بروحش، اذا رايح اتقابل مع ربنا من خلال لولو. يبقى احنا بنعطل يا هرمس. لا مش بنعطل، في منطقه بتعرف تجيب نفوس، وانا اعرف ناس واسماء رائعه واسماء جباره قدرت تخلص نفوس، بس ابقى عارف ان دي منطقتي، ان ربنا هيستخدمني. ان انا ابقى دوري ان انا اخلي الشخص من خلال صوتي، ومن خلال، لان في ناس مثلا يقول صوت لولو مثلا بيدخل جوه قلبي، بتفتح قلبي لما يسمع، وتاني استنى لما لولو ترنم بحس ان انا ايه قدرت تقتحمني. ففي منطقه اسمها ترنيم المرنم فيها نجم، بيقدر ياخد الشخص وساعدك انك تتفتح على ربنا، فانت بتتفتح على ربنا من خلالي، عشان كده داخل جوه المعادله. فده نجم ومش عيب ومنطقه حلوه، لكن هي مختلفه كل الاختلاف عن منطقه التسبيح. لان انا في التسبيح مش بخش في التفاعل، لو انا مش موجود بقول لك يسوع موجود. انت عايز عشان بس نحطه في كلام يعني كلنا نقدر نفهمه، يعني خلينا نقول اداء. في منطقه فيها اداء، ولازم يكون الشخص صوته جيد في المنطقه الاولى دي اللي هي النجم النجوميه، لازم قدرات المرنم داخله في الموضوع. وطبعا لانها يعني ما هو في ساعات احس ربنا مدي الناس عطايا مميزه جدا، مثلا في صوت او في عزف او في حضور معين. طب يا رب تدينا الحاجات دي عشان نخدمك بيها. بيبتدي ربنا يعني يستخدم الناس زي ما انت قلت في حاجات مختلفه، ومفيش حاجه احسن من حاجه. يعني احنا عايز تقول انه ده زي اوبن بوفيه كده، وقت ده ليه احتياج وده ليه احتياج وده ليه وقت وده ليه وقت. بس انا عايزه اقول لك انا كنت بترعب، انا بترعب يعني واعرف ناس تانية زي بتترعب انه لا نكون واقفين في السكه، يعني لا يكون مواهبنا دي عامله زحمه. بس ارجع من الرب، هو اللي ادى، يعني هو اللي ادى الناس ده. فانا كنت ساعات بحس انا في صراع معين، ازاي تحط الحاجه اللي ربنا اديها لك من غير ما تزحم حضور زحمة ربنا. يعني انت عايز تفسح ربنا في مجده. السكة من غير ما تزحم ربنا في مجده. انا عايزه اقول لك يعني دلوقتي انا بعتبر ان احنا ده رايي الشخصي، يعني لو بنخدم وسط مؤمنين النجاح الحقيقي لفتره عباده وتسبيح ان المؤمنين يرنموا ويسبحوا. ايوه ده التسبيح. لو انا بخدم، يعني انا الموضوع الصوت والاداء وكده اسمها خدمه بالموسيقى، ما اسمهاش تسبيح قوي. الحقيقه فلو مؤمنين، لو انا رايح للناس عارفه ربنا واوريدي سبحت وعبدت، النجاح ان هم يرنموا، ان كلنا نخش محضر ربنا مش ان هم يسمعوا. الناس اللي بره شويه اللي انت محتاج تقول لهم رساله معينه، هو جاي يسمعك، هو جاي يسمعك، فانت بتسمعه حاجه تلفت قلبه، تجيب قلبه. عشان كده الخلاصي فيه قوي لازم يكون صوت الشخص كويس. أيوة. سكه الخلاص زي ما انت قلتي، دي سكه ودي سكه خالص يا لولو، يعني دي منطقه ودي منطقة. بس عايز اقول لك المنطقة الأولى على قد ما فيها المرنم نجم، بس خطرة قوي، إن أحيانا زي ما أنت قلتي بزاحم مجد ربنا. ما هي دي حاجة تخوف. في نوع من ما تخوف، هي بس عايزة التضاع ونقيان نفس، ما الكتاب قال لك كده، احمل صليبك كل يوم وانكر نفسك واتبعني. وساعات كمان ربنا بيبعت رسائل معينة للمؤمنين طبعا في ظروف معينة عن طريق الأداء والحاجات اللي بتتقدم، مش تسبيح. لكن مش معنى كده في التسبيح مش مطلوب أصوات كويسة، لا طبعا مطلوب، بس مطلوب ان احنا نحسن العزف بهتاف امام الله، لكن في منطقه التسبيح المفروض ما نزاحمش ربنا في نجوميته. منطقه التسبيح هي ما اجعل ربنا نجم بنسبه 100
في المية وبشاور عليه، فما ينفعش اقول له حته ليك وحته ليا. ما يبقاش يبقى انا كده خد، ما تنفعش الذبيحه، ربنا ما كانش بيقبل الذبيحه الا ما تكون كامله موجهه ليه. فانا بقول المؤنم في نجم في المنطقه الاولى، لكن المسبح ما يجعل الله نجم ويشاور عليه. لازم تكون قدراته كويسه، لو انا بقود لازم عندي قدرات، لو انا كوايا لازم الصوت يبقى في الكوايا مظبوط. لكن في الاخر لو اصوات المسبحين حلوه ده حاجه رائعه لله، لكن بشرط لا يعتقد ان ربنا قبل الذبيحه بناء على عزفهم وترنيمهم. هو بيقدم احسن ما عنده لان الله يليق بيه ان انا اقدم ليه كل حاجه رائعه، لكن في الاخر هتقبل ذبيحتي في المسيح، فلنقدم به اي بالمسيح وفي المسيح ذبيحه التسبيح، ولا مش تبقى ذبيحه. لو انا شاركت ربنا خدت حته منها مش هبقى ذبيحه، او لو انا داخل في الذبيحه او انا داخل في الترنيم الناس بتتعزى من خلالي انا بتبقى الذبيحه. عايز اقول لك بس ده فهم واضح جدا للمنطقتين، ده مطلوب وده مطلوب، بس ده له دور وده له دور، وده مستوى وده مستوى خالص. شعب الله يسبح ده في التسبيح، انه بقى اللي الاولانيه غالبا بتنعكس على الانسان وعلى فايده الانسان، لكن الثانيه بتنعكس على الله لمجد الله، فنقدم نعترف باسم معترفين باسم ثمر شفاء. عشان كده لازم الناس تقول المسبح جزء من دوره يجعل ازاي شعب ربنا. احنا في عندنا حته صعبه قوي يا لولو اللي هي ايه؟ قعدني وسلطني. يا ريتك تقول لي ترنيمه تعجبني وانا قاعد كده حاطط رجل على رجل جاي من الشغل تعبان. انا بقول لك حته بتقابلنا مشكله. طبعا. اتعودنا عليها وتربينا عليها عشان نغير شعبنا فيها محتاجه فهم. انا قاعد وتعبان ويا ريتك يا اخي ما توقفناش كتير عشان انت بتغلبنا في التوقيف كتير، رقم واحد. يعني رقم اول طالعه عند رمز بثلاث ساعات انا شفت رقم. بس اللي يدخل جوه مش عايز، ما خلاص بقى سابني انا، ما شافنيش، ما بعدش شايفني، شايف ربنا وداخل جوه ربنا تلاقيه هو دايب. وانا فرحت بقى عملت كده، يعني خلاص عملت اللي عليا، الناس دخلت ولمست ربنا، ده منتهى النجاح للمسبح. لكن في مشكله واحد ايه؟ اقعد يا ريتك ترنم لي الترنيمه الفلانيه يا اخت لولو، بيبقوا مستنيين وانا قاعد بقى كده، بص قاعد مرخخ كده وقاعد، ويا ريتك توعظني وتحط لي تزغطني في بقي وتديني ترنيمه تعزيني، ويا ريتك تصلي بالنيابه عني وباي باي، خلص الاجتماع. دي منطقة تانية خالص، منطقة التسبيح متفرج مش لعيب، يعني مش لعيب خالص. المتسبح يخلي الناس لعيبة معاه، كله ينزل جوه الملعب. فلنقدم جماعي. أمين. ونعطي. أمين. التسبيح أقول حاجة أخيرة فيها، فرصتنا الوحيدة اللي نعبر عن امتناننا لله بالعطاء الصلاة أخد. المنطقة الأولى دي أنا بقول له، بدل ما أقول له يا رب أنا محتاج إيدك تداويني، بقولها له إيه؟ محتاج لي إيدك تداويني، بدل ما أقولها صلاة، ما الصلاة طلبة. بقولها في صورة ملحنة، داويني واديني واستجب لي واخد بالك. التسبيح عطاء. فرصتي الوحيدة إن أدي لربنا وأقول له أنا ممتن للي بتعمله في حياتي، أنا مديون ليك وملاحظ كل حاجة حلوة بتصنعها من عمل إيدك، حتى لو جه وقت صعب أنا مش فاهم، صرت كأعمى وراءك يا رب، صرت كبهيم من عندك، لكني دائما معك وأنت بتقول خير ورحمة يتبعاني. من فضلك كشف لي الخير اللي لسه ما شفتوش، المستخبي اللي جاي في السكه. انا ببقى مستعجل. فانا عايز اقول لك ده فرصتنا الوحيده نقول لله شكرا على اللي انت عامله في حياتنا، التسبيح. فمن فضلك يعني يا ريت كل مشاهد لو بيسمعنا ادي وقت العطاء من فضلك، وخد وقت الاخذ. لو ملك الملوك اللي بيرعاني كل اليوم وكل يوم وكل سنين عمري جه في وقت قال لي في التسبيح ده فرصتك انك انت تشكرني وانك انت تدي، ادي وقت العطاء من فضلك، ما تاخدش وقت العطاء وخد وقت الاخد. التسبيح فرصه للعطاء. امين. مش نلم عطاء. لا لا، حتى التسبيح عطاء، حتى العطاء حمد. ده موضوع. انا بشجع كل مشاهدينا في كل مكان، سبح ربنا حتى لو لوحدك، ركز في جماله، هتبص تلاقي نفسك بتتغسل.